اللهم إني أبرأ من الثقة إلا بك، ومن التوكل إلا عليك، ومن الرضا إلا عنك، ومن الطلب إلا لما في يديك الكريمتين. فهب لنا بفضلك وكرمك ورحمتك، وأنت واسع المرحمة وواسع المغفرة، ما يكفينا وما يكفينا وما يعوضنا عن كل شيء يا رب العالمين. الأحبة الأكارم، ضابت ليلتكم وهنيئا لكم سهرتكم، وأهلا بكم، وأرجو منكم أن تدعمونا للنشر، تساعدوننا في هذا اللايف ليصل إلى أكبر عدد ممكن من أحبتنا والمريدين وإخواننا وشباب الأمة أجمعين، حتى يتسنى لهم الفوز والفائدة إن شاء الله تبارك وتعالى، وأن يشفينا وأن يعيننا وأن يتقبل منا صالح الأعمال يا رب العالمين. ما أجمل أن تكون جنديا في كتيبة الحق، وألا تكون قائدا في كتيبة الباطل. ما أجمل أن تكون جنديا في كتيبة الحق، وما أقبح أن تكون قائدا في كتيبة الباطل. هناك بون شاسع وأمر واضح بين الحق والباطل، وقالوا إن المسافة بين الحق والباطل 4 أصابع تضعهم بين عينيك وخدك. الباطل دائما يعتمد على السمع، صدق الشائعات، إنما ما تراه العين فهو حقيقة قائمة وهو حقيقة شاهدة. ويكفي أن من أسماء الله الحسنى الحق، الحق، نعم، حتى الوزن بين يدي الله يكون وزنا بالحق بالعدل. ومن صفات الله وكمالاته أنه ينصر الحق ويعطي الحق لصاحب الحق، وأنه يخذل الباطل، وأن يهزمه بل ويفحمه، لأن من أكابر أعداء الإسلام اليأس والباطل. والحق أن الحق بوصلة يستطيع الإنسان من خلالها أن يحدد سير اتجاهه إلى الله، فطريق الله هي طريق الحق، صراط الله المستقيم هو الحق، دين الله الإسلام وهو الحق. لذلك لما جاء في الحديث الصحيح أن حضرة النبي صلى الله عليه وسلم كان متكئا وهو جالس بين أصحابه، وعدد الكبائر ثم اعتدل وقال ألا وقول الزور، ألا وشهادة الزور، حتى وقف وبدت عليه أمارات الغضب، فخاف الصحابة الحضور، ولما رأوا حماسه وشدته قالوا وددنا أنه سكت، تمنينا من أعماق قلوبنا أنه يسكت. لكن النبي صلى الله عليه وسلم في طية هجومه على الباطل ونصرته للحق لم يتحمل، لم يكمل كلامه وهو على وضعه الأول متكئا، بل عندما أراد أن يتكلم عن شهوة الباطل وعن نصرة الباطل وعن شهادة الزور وعن قول الزور اعتدل لأهمية ما يقال، بل وانتفخت أوداجه وصار وجهه كمن فقئ في وجهه حب الرمان، احمر الوجه، وكانت أمارات غضبه صلى الله عليه وسلم ينتفخ العرق الموجود بين الحاجبين ويحمر الوجه، لأن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، لكن النبي صلى الله عليه وسلم بينه وبين الشيطان أبعاد، في حصانة وفي عصمة كبيرة من الله العلي الكبير، لكن يعتريه ما يعتري البشر من الغضب، من الحماس، من المرض.
هكذا سبحان الله. ألا وقول الزور، ألا وقول الزور، ألا وشهادة الزور، حتى خاف الصحابة وقالوا تمنينا ووددنا أنه سكت. إذن النبي صلى الله عليه وسلم يعرض الهجوم ويعلن الحرب على أصحاب شهادات الزور لأنهم يضللون العدالة، على أصحاب أقوال الزور لأنهم يجعلون الحق باطلا والباطل حقا. هذا أمر مخالف لسنن الله في الكون، لأن من أسماء الله الحسنى الحق، ومن صفاته العلى أنه ناصر الحق، نعم، وهادم الباطل. والإنسان منا إذا تكلم عن الحق تجد كلمة الحق ميسورة مهضومة سهلة خفيفة، لا تستدعي أن الإنسان يتعمق بلسانه أو يشحذ قواه اللفظية، بخلاف الباطل. شوف كلمة الباطل طلعة بعنف، طلعة بقسوة، ولادتها عسيرة، تدل على أنها شر مستطر. ولذلك سيدنا أبو بكر في وصيته الخالدة لسيدنا عمر بن الخطاب قال: يا ابن الخطاب، وإن الحق ثقيل في ميزان الله يوم القيامة، وحق لميزان لا يوضع فيه إلا الحق أن يكون ثقيلا، وحق لميزان لا يوضع فيه إلا الباطل أن يكون خفيفا، وإن الله لا يرضى بالنافلة حتى تؤدى الفريضة، إن الله لا يرضى بالنافلة حتى تؤدى الفريضة. يعني إنسان عليه دين ويريد أن يتصدق، باب الصدقات طيب ومفتوح، لكن عند الله الأولوية لسداد الدين، إن الله لا يقبل النافلة حتى تؤدى الفريضة، لأن الفريضة سدادها واجب وأنت ستحاسب عليه. أما الصدقة فمن شاء يتطوع ويتصدق، ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم، لكن الأولى سداد الدين فهو أولى. حتى جاء الحديث عن حضرة النبي صلى الله عليه وسلم: ليمنعن رجلا هيبة الناس أن يقول بحق إذا علم. ووجدنا عبر التاريخ كله صراعات بين أهل الحق وأهل الباطل، بين العلماء وبين الأمراء، بين أصحاب المبادئ والذين يصفقون للكل ويأكلون على موائد الكل، وحملة المباخر وكذاب الزفة والمأجورين والمنتفعين وهيئة المنتفعين، كل أولئك أنصارا للباطل. فلا يغرنك أن الحق ثقيل وأن الذين يحملونه يدافعون عنه قد يلقون حتفهم. نعم، يكفي أنهم كانوا في شرف نصرة الحق، يكفي أنهم كتيبة الحق، يكفي أنهم في معية الله، يكفي أنهم أنصار الحق. أما الذين بهتوا، الذين خذلوا الحق وتمسكوا بالباطل، فحدث عنهم ولا حرج، هؤلاء مأواهم النار وبئس المهاد. ليمنعن رجل هيبة الحق، ليمنعن رجل هيبة الناس أن يقول بحق إذا علمه. الحق له مقالة لا بد وأن تقال، الإنسان يقولها، والأرزاق على الله والأعمار بيد الله وحده، هكذا الحال. إنما انظر إلى الباطل تجد له أعوانا ومستشارين وباحثين ومؤيدين ومساندين وتجار، والكل يصفق والكل يعني يدعو، والكل والكل والكل، حالة إجماع للباطل، لأن أنصار الباطل كثرة كثيرة. إنما أنصار الحق أقلية أقلية، الكل يعاديهم وتواصوا عليهم أن يفعلوا بهم الأفاعيل، حتى صار في زماننا هذا من يتمسك بالحق ويكون صاحب مبدأ
كأنه يعني يستمسك في يده بجمر النار. أتصبرون؟ يا سلام، يكفي أن الإنسان يبيت وهو قرير العين، مستقر الفؤاد، ناعس الطرف، لأنه فعل كل ما بوسعه وترك الأمر لله تبارك وتعالى. أرأيتم فضل الله تبارك وتعالى؟ هذا الشيء العظيم، هذا الشرف الكبير، هو من محض فضل الله تبارك وتعالى. لا يمنعن رجلا هيبة الناس أن يقول بحق إذا علم نصرة الحق أمر صعب وفاتورته كبيرة وهو مكلف، لكن يكفي أنه الحق. حتى وإن سرت في الطريق لوحدك هذا شرف لك، هذا من توفيق الله لك، هذا من فضل الله عليك. فلا يقلقك قلة السالكين في طريق الحق، لأن الحق أمر. ولا يغرنك كثرة السالكين لطريق الباطل، فالباطل كالدخان يفور ثم يغور، يفور ثم يغور. سبحان الله، هذا أمر الله الواضح. إذن حتما ولا بد أن الإنسان يكون ولو جنديا في كتيبة الحق، لأنه يصبح من جند الله. ألا إن جندنا لهم الغالبون، إن ينصركم الله فلا غالب لكم وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده. نعم، الطريق واضح والسبيل نائر، والله من وراء القصد. فلزاما علينا أن ننصر الحق وأن نستعين بالله على نصرة الحق. نسألك يا الله، أنت على كل شيء قدير، أن تجعلنا من الذين ينصرون الحق ويرتضون به. اللهم ردنا إليك ردا جميلا، واجعلنا من عبادك المجاهرين بنصرة الحق، وارزقنا الحق، وأنت على كل شيء قدير، وأنت نعم المولى ونعم النصير. ربما كثير من الناس إذا تعارض الحق مع ما يهواه انحرف ومال إلى الآخرين. لما؟ مصلحة. وهذا مذهب ميكافيلي، الغاية تبرر الوسيلة. لكن عندنا في شريعتنا وفي أجيال الصحابة والتابعين نماذج رائعة، أمثلة واضحة لنصرة الحق والتمييز بين أهل الباطل وأهل الحق. فمهما تكلفت الأمور استمسك بحقك، خذ نصيبك ولا تتخلى عن سلاحك، افعل ما يروق لك وما يحلو لك، فلربما كانت الفرصة معك حتى اللحظة، لكنك لا تدري ما هو مسطور في مقدر الغيب. غدا بظهر الغيب واليوم لي، وكم يخيب الظن في المقبلين. نحن في احتياج إلى من ينصر الحق، نحن في عوز شديد إلى من يبذل الحق، نحن في احتياج كبير إلى ناصر الحق. فالأمر يحتاج إلى تضافر الجهود، إلى انصهار الكل من أجل نصرة الحق. نلتف حول راية الحق، نعبد الله الحق، نصدق النبي الحقيقي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. هذا أمر واضح أيها الناس. وما أجمل القصص وسير الصالحين في مسألة قول الحق ونصرة الحق. نعم، ربنا جعل الحق اسما له وصفة له، ودعا الناس إلى نصرة الحق. كثير لبى نداء الله، وكثير تقاعس أو تخاذل أو فرط أو طلب مهلة أو يبحث عن فرصة وهكذا. فما أجمل الحق، وما أشرف الحق، وما أعظم الحق،
هذا من فضل الله علينا وعلى الناس. اللهم انصرنا بالحق وأيدنا بالحق واجعل الحق طريقنا وسبيلنا، إنك على كل شيء قدير. يا نعم المولى ونعم النصير، والحمد لله رب العالمين.